انا عارفه ان انت كل اللي حقك ال 500 جنيه وانك ما عرفتيش عنهم حاجه، اللي لو كنت جيت اديتهم لك من الاول وقلت لك اي كلام حتى لو كان كاتب كنت هتاخديهم وتحطي جزمه في بقك. وصدقي اي حاجه هقولها لك، وانا مش هدافع عن نفسي عشان انت عارفه ومتاكده ان انا انضف من اي وسخه هتيجي في دماغي. احنا من الاول في اتفاق بينا، واي حاجه بتحصل لازم تقوليها لي اول باول عشان اعرف اغطي عليكي. وديكي غطيتي عليا وربنا سترها الحمد لله وعدت على خير. متشكرين قوي يا ست وفاء، وطمني نفسك يا حبيبتي، انا لو حسيت باي عوق مش ههوب ناحيه البيت ده تاني. واذا كان على الفلوس فطالما بقى انا مكفيه البيت وما بطلبش منك تاكلينا وتشربينا وما بدفعكيش غير الربع فانت مالكيش حاجه عندي. لا يا اختي، ده انا ليا وليا وليا كمان. انا ما بقولكيش اكبشي واديني بس اعرف، والا والله بكلمه واحده مني اخليه يطلقك. ويطلقك ليه؟ ده يقتلك. بصي من النهارده كل مبلغ يدخلك لازم تقولي لي عليه ودخل ليه وبكام عشان نعرف هنعمل فيه ايه. لا وعلى ايه حبيبتي، انا هنزل اقول له يقتلني ويقتلك بالمره.